بعد فترة تخطيط وإعداد دامت لأسابيع، تحقق هدف هذا الفريق من الطباخين الأردنيين العاملين في فندق لاند مارك في إعداد أكبر قرص فلافل في العالم. عشرات الكيلوغرامات من مكونات هذه الأكلة تم استخدامها من أجل تحقيق قرص بلغ وزنه 74 كيلوغراما و75 غرام، لكن القصة الحقيقية أكبر من ذلك. الموضوع هو ثقافة الطعام العربية. حاليا أكبر حبة فلافل موجودة بالفستيفال اليهودي الأمريكي في كاليفورنيا، أكبر صحن تبولة موجود في إسرائيل، أكبر صحن حلاوة في إسرائيل. احنا حسينا أنه غلط كتير أنه الهوية العربية في الطعام تطلع منها بهالسهولة. نكهة الفلافل الشهية إذن تختلط بطعم التعقيدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. تمت صناعة حبة الفلافل العملاقة هنا في فندق لاند مارك في العاصمة الأردنية. يقول القائمون على الفكرة إنهم في حالة منافسة ثقافية مع المطاعم اليهودية، ليس فقط في إسرائيل المجاورة بل أيضا حول العالم. مؤسسة جينيس لتسجيل الأرقام القياسية العالمية اعترفت بالرقم الجديد وهنأت صانعيه، لكنها نأت بنفسها عن أي بعد ديني أو سياسي للقضية. We accept records from every country in the world. We really enjoy people coming to break records. We're a big family of record breakers, and Guinness World Records is always accepting any country that comes to us and wants to break a record. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتنافس فيها مطاعم عربية مع مطاعم يهودية حول عائدية الأطعمة الشرق أوسطية. صراع هو إذن على أطباق الحمص والتبولة والفلافل ذات الطعم اللذيذ والتي أصبحت عالمية. فاشتدت المنافسة حول من له أن يدعي أصلها. رافد جبوري، بي بي سي، عمان. بعد فترة تخطيط وإعداد دامت لأسابيع، تحقق هدف هذا الفريق من الطباخين الأردنيين العاملين في فندق لاند مارك في إعداد أكبر قرص فلافل في العالم. عشرات الكيلوغرامات من مكونات هذه الأكلة تم استخدامها من أجل تحقيق قرص بلغ وزنه 74 كيلوغراما و75 غرام، لكن القصة الحقيقية أكبر من ذلك. الموضوع هو ثقافة الطعام العربية. حاليا أكبر حبة فلافل موجودة بالفستيفال اليهودي الأمريكي في كاليفورنيا، أكبر صحن تبولة موجود في إسرائيل، أكبر صحن حلاوة في إسرائيل. احنا حسينا أنه غلط كتير أنه الهوية العربية في الطعام تطلع منها بهالسهولة. نكهة الفلافل الشهية إذن تختلط بطعم التعقيدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. تمت صناعة حبة الفلافل العملاقة هنا في فندق لاند مارك في العاصمة الأردنية. يقول القائمون على